هل يجوز لبس الرموش المؤقتة أم تعتبر من الوصل؟ هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، الرموش هل تعتبر كوصل الشعر أو تختلف؟ هناك من أهل العلم من يرى أن وضع الرموش الصناعية هذه أو المؤقتة تأخذ حكم وصل الشعر ولا تجوز، وهناك من يرى أنها جائزة ولا تدخل في وصل الشعر، وإنما هي من الزينة كالحمرة والبودرة والكحل وما شابه ذلك من الأمور. وهذا الذي أرتاح إليه، أنها لا تعتبر من الوصل، والعلم عند الله جل وعلا.